هنتكلم على مواليد شهر يناير، شهر واحد. يبقى احنا هنتكلم على برج الجدي. برج الجدي بينتمي لأبراج شهر يناير من 22/12 لحد 20/1، وطبعا هو من الأبراج الترابية اللي بينتمي لها أيضا برج العذراء والثور. في كتير من الأحيان بيلائم أصحاب برج السرطان لأصحاب برج الجدي كشريك للحياة، وبيشار إلى أن برج الجدي هو العلامة العاشرة للسنة الفلكية، ورمزه رمز المعزة. ومواليد برج الجدي يتصفون بالانضباط والجدية، فعالون، يعني هتلاقيه نشيط جدا وباين جدا وسط أصدقائه. مميزاته بيتميز برج الجدي بالصلابة والجدية والحزم والطموح. أشخاصه بيبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم، بيسعون لتوضيح رأيهم ومنهجهم، مستقيمين عقلانيين ومستقل بشخصيته، خبيث شويتين برضو، يعني الواحد بيقول اللي يعرفه عنهم. كمان هو شخص فكاهي، أصدقائه كتير جدا، بيسعى جدا إن هو يكون صداقات. في الحب هتلاقي إن مواليد الجدي معظمهم عاطفتهم قوية صادقة، بيفكروا في المصلحة أكتر، بتسيطر عليهم، ليه هدف محدد، مش وقت للتسلية، هو كل حاجة عاملها بحساب. يتصف المرأة بتاعت برج الجدي بأنها تحمل معاني الأنوثة وتجسد الجمال، ويشار إلى تصرفاتها المستقيمة واللبقة، بتعكس الرقي مع الآخرين. وأنثى الجدي قيادية، تسعى دائما لتحقيق هدفها على حساب الآخرين. طب رجل الجدي بيتميز بتصرفاته الجريئة والقوية، ولكن حذر جدا، وبيتصف بالطموح والاستقلالية، مخلص جدا في عمله. عيوب برج الجدي أهمها إن هو شخص شديد العناد، مصر على رأيه إن كان خطأ، شخص متشائم دائما، بينظر بنظارة سوداء لجميع الأمور، يعني أي حاجة ليها تفسير مختلف عنده. عنده كتمان وتحفظ جدا، يعني مش بيحكي أي حاجة بسهولة، بيميل للكآبة والحزن، وبيصبح يعني منهمك فيهم جدا، وبينعزل عن الآخرين لفترة حتى يستعيد طاقته. وهو شخص لئيم مش سهل، وهو حقود رغم طيبته، ولكنه حقود جدا، وبيحتفظ بذاكرة لكل من حوله. وعشان كده هنتكلم ان هما ذاكرتهم قوية جدا، ما بينساش حاجة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.